تحبها الكويت الكويت واحنا معاها كلنا الغلا جينا نغني في حبها الكويت 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 دولة ما تنحني لا فيها رجال تحبها الكويت الكويت واحنا معاها كلنا الغلا جينا نغني في حبها هنا 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 أصبح المجد هنا عاد يشدو بالغنى صوت وغنى مهندسة هيفاء شنو يعني لك افتتاح حديقة الشهيد بوجود صاحب السمو؟ بصراحة يعني فرحتي بصراحة ما أقدر أعبر عنها لأن إحنا طبعا انطلقنا من المرحلة الأولى للمرحلة الثانية وإن شاء الله نقدر الله يقدرنا ونكمل للمراحل الأخرى الحين هذا اللي موجود الحين المرحلة الأولى هذه المرحلة الثانية هذه المرحلة الثانية وهي فكرة يمكن هي فكرة تطوير الحديقة برغبة طبعا سمو الأمير أو برغبة أميرية شنو عنالج هذا الشيء وبالذات أنه تم الافتتاح قبل شهرين من موعد الافتتاح بالضبط أنا بس ودي أذكر الجميع أن المرحلة الأولى كانت برغبة أميرية سامية من حضرة صاحب السمو بعمل نصب لشهداء الكويت الأبرار لهذا السبب انطلقنا فكرة تطوير الحزام الأخضر بالكامل وبعد ما انتهينا من المرحلة الأولى كان هذا يعني انطلاقا نسعى أن نكمل المرحلة الثانية اللي هي انتهينا في منها بمدة 10 شهور وهو مدة المشروع 14 شهر يعني خلصته قبل 4 شهور من موعد التسليم بالضبط يعني احنا بصراحة الديوان الأميري دائما سباق بالمشاريع يعني مأمول لأني أنا أشتغل يعني فيه يعني هذا إنجاز يحسب بالضبط هذا يعتبر يعني إنجاز وخصوصا أن احنا حاولنا نتدارك وتعلمنا من الأخطاء اللي صارت مثلا بالمرحلة الأولى لأن صعوبة الحدائق أنك لازم تلحقين على المواسم فهذه صعوبة يعني مو نفس كونستراكشن وبنى إن بأي وقت تقدرين تبنين فالزراعات لازم يعني تلحقين على مواسم معينة صحيح لهذا السبب كان يعني بالنسبة لنا تحدي بالتحديد. يعني كان بالنسبة لنا إن شلون نلحق ونخلص المشروع بموسم واحد فهذا كان بالنسبة لنا تحدي كهالمشروع جميل. والحمد لله قدرنا نخلص مهندس